الثورة 100% نجاحا وتفوقا وعن شدارة واستحقاق. كان من الممتازين كاين السيد هذا استاذ بومديري، راهو عقيد متقاعد حاليا، بومديري محمد، بومديري صادق عمارة، كاين مازوز بومديري راهو عميد حاليا في الجيش، كاين سفنجي وخرج متقاعد، مستوى عالي جدا. وكان عندنا يعني عباقرة في مدرسة أشبال الثورة. بعد سياسي أنه هذا هما إطارات المستقبل، لازم يعرفوا المشاريع الكبرى تاع البلاد. يعني الوقت هذا كل المصانع زرناها، المصنع تاع الميركير في سكيكتا، مصنع تكرير البترول في سكيكتا، المصنع تاع إصدار الحديد في الحجار، السكر في قلمة، الخزف في قلمة، حتى السدود الكبرى. نروحوا للإذاعة، ندخل الإذاعة نشوفوا المخرج كيفاش يخدم، المصور، نشرة الأخبار كيفاش تتم، المطار الوقت ذاك ديونا نطلعوا لاتور نشوفوا كيفاش يتعاملوا مع الطائرة كي تنزل كي تطلع، الإقلاع، كل حاجة نعرفها، كل حاجة. مدارة أشبال الثورة يعتبر هو المنبع للإطارات الممتازة اللي تضحي وخدمة الوطن هذا في أحسن ما وراءه. هي لهذه المدرسة اتجاه صحيح وبناء جيل من الوطنيين، من الوطنيين قادرين على استيعاب العلم، استيعاب الأخلاق والقيم. هذا هو الهدف، هدفنا. كنا متشبعين بالأخلاق، كان انضباط صارم، كانت صرامة، صدق، إيمان، في كنف أخلاق. في علق لي النجمة الأولى سي ميسان عبد الرحمن الله يرحمه، عندما هو في أثناء تعلقه في الرتبة النجمة قال لي يا ولدي، هكذا باللفظ الواحد، قال لي يا ولدي راك رايح الخميرة متاع الوطن. هو قصده بها مدرسة أشبال الثورة، الرجوع إلى مدرسة أشبال الثورة. إذا كان الرئيس الشخصية الأولى في البلاد كانت تلي أهمية قصوى، أهمية كبرى، أهمية لا مثيل لها لمدرسة أشبال الثورة، هذا دليل على أنه كان ينتظر من خلال مدارس أشبال الثورة يعني عطى وعطى كثير. بدأ وأعطى ثماره. بدأت مدارس أشبال الثورة تزف من كانوا بالأمس أشبالا، رجالا لمختلف المدارس العليا والكليات الحربية والأكاديميات العسكرية، فكانوا الطليعة ونخبة النخبة. كان العنصر الأساسي الممول لإطارة الجيش هي مدرسة أشبال الثورة، ولكن هذا لا ينفي من أن هناك بعض الأشبال اللي التحقوا بالجامعات في مختلف التخصصات، سواء في الحقوق، في علم الاجتماع، في الطب، في اللي كان اللي منهم واصل في وزارة الدفاع، وكان اللي راهم في الجامعات. عندنا مختلف التخصصات في الطب، في الهندسة، في 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 في, في المسرح، عندنا كل التخصصات تقريبا متواجدة. مدرسة أشبال الثورة هي الصلة بين جيش التحرير الوطني وجيش الشعبي الوطني، هذه هي الصلة اللي بيناتهم، هذه هي العلاقة. وأنا اختاريتهم باش كود بهم أحسن وحدات تاع الجيش وهم المظليين. الدفعة الأولى تاع المظليين كلهم جاوا من أشبال الثورة. لما يكونوا صغار ويجيوا جدد ما أنت صعب شوية، بس صافي دبول سلطة ديك سيلوسو. خطر من ليميرجونس تاع هاد لي كادي لا ريفولوشن سور لا سين ميليتير، لما ولاو يبرزوا في الكليات العسكريه تاع الخرج، الثقافه نتاعهم، يخرجوا دي ماجور دو بروموسيون في لي زاكاديمي ميليتير، برهنوا في الميدان هنا في الوحدات تاع الكل. انا بالي من الناس
تزهزت الارض تحت رجليهم. قال هادم غدوه ولا من غدوه يحكموا الحكم بالاخص بالاغلبيه نتاعهم ولاد شهداء ولاد مجاهدين ولاد ضباط الجيش. احنا اركان ونفكر، سمعت ونفكر، لو عندنا اركان يفكر ماشي ما يصير في المستقبل، سمعتي، وياخذ كل الاحتياط الاحتياطات. واحنا تكويننا هذا هو تكويننا، تكوين اي انسان في الاركان وهو التفكير المسبق. احنا نفكر في كل شيء ومش مبنى، لازم عليك انك تفكر في كل شيء. لو ما تفكرش في كل شيء وما تاخذش الاحتياطات هاي صار فيك الشيء اللي ما كنتش تستنى فيه. داخل صفوف الجيش اعداء للجزائر. انتقل بانيها وراعيها وحاميها الى جوار ربه، فكثر الهمز واللمز والغمز حول هذه المدارس وعليها. وبداوا الاشبال يجوا بالمهاره تاعهم بالكفاءه تاعهم، بداوا يتخوفوا. الناس ولات ما تشوفش الجزائر، تشوف غير واش لا كارير. الناس ولات يسون ديفوني دي كارييريست، يعني هذا بداوا يشوفوا فينا. ما تقدرش انت مثلا تجند ناس مثلا 50 ولا 100 ولا فيلق ولا كتيبه ولا ريجيمو مثلا كيما نقولوا من مدرسه واحده من كذا، ولا مش ممكن هذا، مش ممكن خلاص. هو نوع من التخوف، يعني ربما نقولها نوع من التخوف، ان هذا الاشبال بداوا يكثروا، بداوا يكونوا في الاطارات، يقدروا يكونوا كتله، ولكن في الواقع كان تماما عكس ذلك. كانوا خايفين منا خوف شديد، اللي كانوا يشوفوا مثلا في تندوف. حنا كنا كنتلاقاو يدخل قائد اللواء ولا قائد الكتيبه يشوف 20 لوندروفير، واش كاين؟ راهم كاين شبل ومعاها 40 شبل. مغنيه للقاله لتمراس لتبسل في كل المناطق تكون احسن خير من الناس اللي راقوا في السنه السادسه والسنه الثالثه والسنه الرابعه حتى تسنوش البكالوريا ويديروا مع بعضهم. الاحتياط واجب والحذر مطلوب. كوين الناس في مكان واحد وكنت تخلق طبقه، تخلق طبقه، والطبقه ماشي مليحه في كل جانب. فكره الخطر او فكره التهديد كانت هاجس، اذا كانت حقيقيه هذا كان هاجس بالنسبه للطرف الاخر. أما بالنسبة للأشبال فأنا جازم لم يكن لهم في يوم من الأيام فكرة بادرت أذهانهم أنهم يشكلون كتلة تهدد الكتلة الرائدة أبدا. بصح اللي يخاف من ليكادي يخاف من روحه، بصح ما يخافش من ليكادي، يخاف من نفسه بصح ما يخافش من ليكادي. كادي جامي يضروا البلاد، جامي. يا لو كان يسمع في حقه كلش تلقى ساكت. وصار تناسلهم وتكاثرهم يؤرق من كان ينظر إليهم على أنهم طبقة أو كتلة، فحامت حولهم الشكوك، فخشي أن يتحولوا إلى جيش انكشاري قد ينفذ مؤامرة أو انقلاب. يوجد شخص رحمه الله بعد مدة، بعد الفترة هذه كنت قيد وحدة، وجا شافني قال لي رد بالك عبد الحميد، انت النية ساذج، ربما يعملوا لك شبه انقلاب في الوحدة. قلت له فلان انا ما يعملوش انقلاب، انا ولد الثورة هذه. كانوا حاسبين بلي حنايا تاع انقلاب وتاع الوغ الجزائر كامل احنا رافدينها، عمرنا ولا خممنا نديروا انقلاب ولا نحطموا ناس كبير. كان عندنا اعتبار كبير للقائد واعتبار كبير للانسان الكبير علينا. كل نظام يحاول باش يحمي نفسه. الميدان اثبت عكس كل هذا التفكير، ان هذا الافراد هما ناس تكونوا من اجل الدفاع عن الوطن. ممكن يكونوا مثلا كيما يقولوا بلبله داخل الصفوف بحكم الانتماء، بحكم اشياء كثيره بزاف، اللي هما اشبال متضامنين، سكون ابل السوليداريتي ولا الاسبريت كور. احنا غير مرغوب فينا لانه عندنا المبادئ، والمبادئ هذه تضر الناس. نوع من المدارس كيما هكا سي نورمال يلبوا بعضهم، سي نورمال يديروا وانسيني. هذا كلام باطل، وهذا كلام مرفوض، وهذا كلام مردود، وهذا كلام لا اساس له من الصحه. بومدين لان هو بالنسبه لي ثوري، سي ريفوليسيونير دون سونس فيري، هو ثوري صحيح. كان ثوري ما كانش يتراجع في لي زيكول دي كاتي، خليه طبعا ما ينحياش. أما أنا شخصيا نكون في الجيش، سمعتي، جيش عصري، جيش سمعتي، وكل شيء عندي نظرة أخرى، فقط
اعطيني نظره اخرى، ما عنديش نظره ثوريه. طلع في الجيش على ظهر شبل الثوره وطلع في المستوى العالي، دار عليهم دقدقهم الكل. ابعد انا اللي قلت لك انا ما رجعتش ورا. ها طيب هذه قلت لك شكون اللي يرجع للوراء غير اللي يعظم عصوصه. انها امتداد اشبال ثورة، لانه هاجس كبير اذا كان امتد وكمل متواصل حتى يصبح متشعب في جميع الاجهزه. لا ما خليوهاش توصل لهذا الشيء، خليهم اعزاز. اليوم راهم اعزاز، اليوم راهم اعزاز بيسير، لان اعطاو نتيجه واعطاو شيء مليح. لو خلينا ممكن ما كانوا يعطيو حاجه مش مليحه. كل جو كل جزائريين يحبوا البلاد هذه. في الثوره ما تكونش الحركه، يكونوا كل مجاهدين. عندنا مجاهدين وعندنا حركه حتى الان، فيه الوطنيين المخلصين وفيه انصاف الوطنيين وفيه اللي ما عنده حتى علاقه بالوطن هذا، عنده غير الاسم برك. وانا نعرف اشبال الثوره خير منهم هما، واش هي ايباويين نعرف اشبال الثوره خير من هذا الناس اللي يهضروا ويقولوا، لان انا عديت عليها ونعرفها. احنا اننا تعلمنا الولاء للوطن، لله وللوطن لا للاشخاص، لان الاشخاص يروحوا والوطن باقي. لم يكن لديهم ولا على الاطلاق لجهه ما او لرجل ما، انما ولاءهم للجزائر وللوطن. غلط 100%. وشكون اللي قالك باللي الولاء نتاع احمد هو؟ شكون اللي قالك؟ السبب الاول الناس اللي كانت تكره بومدين، ما تحبش المبادئ تاع بومدين وكانت تنافق فيه، هذوما خرجوا ضد الاشبال، لانه الاشبال هو امتداد للروح البومدينيه كأب روحي، يعني مش كشخص، كأب روحي. واثنين انا قلت لك لان نتكلموا الصدق وندافعوا على المرؤوسين، ما يحبوش يحبوا كلش توفا بيان توفا بيان. كي كانت القليعه وتلمسان كان الكيف، ومن بعد كي كفروا يحيوا لا تسمع بالطبع، هذا هو اللي خلى لا ديغرينغولات تاع لي زيكول دي كاد. ليس هذا سبب غلق، سبب غلقها سبب سياسي، قرار تعسفي يخدم جهة فرنسا. لا ولماذا مثلا أولاد الثانويات الأخرين مثلا المقرني ولا أي ثانوية موجودة في القطر الوطني، لماذا هذاك ما يلتحقوش بالجيش كما أشبال الثورة؟ وإذا تكون عندك ديفيرسيفي لي سورس. لقينا الحل من جهات أخرى، سمعتي، ونحافظ، لان اشبال الثوره القصد نتاعهم الوحيد وهو ان نحافظ على الطابع الشعبي للجيش. موش المنطلق قال اعطاه واحد الوقت احسن ضباط تاع الجيش قال خليوها، لا. لغلق مدرسه اشبال الثوره كلهم من خريجي صفوف الجيش الفرنسي الاغلبيه. تعرف شهاد لي، وكان هذيك الوقت عبد الله بلوشات، كان محمد الروش، كان سمعت بتشين، كان سمعتي لبيب الزروال، كان سمعتي كمال عبد الرحيم، حسين بن معلم، كان هذو كل كانوا حاضرين. واقتنعوا ب اقتنعوا ولا ما اقتنعوش، انتوا اللي كان طبقنا. الرئيس قال ايه. لما نعرف السي شهاد لي والحب نتاعو لشبال الثوره والمدارس، والقايد الناحيه الوحيد اللي كان عنده زوج مدارس في المدرسه نتاعو، مستحيل يعطي امر باش يغلق المدارس. بدا الحديث عن الحفاظ على الطابع الشعبي للمؤسسه العسكريه، فجاءت الهيكله التي تمخض عنها غلق مدارس اشبال الثوره عن بكره ابيها، وبمرسوم رئاسي وقعه المجاهد العقيد الراحل الشاذلي بجدي. انا قدمت هذا الاقتراح، هذا قدمته كل مسؤولي الجيش، وشادلي هو المسؤول تاعنا وكل، واللي حضروا هما كل. انا كنت قائد القوات البريه، نائب رئيس اركان هذيك الوقت، كان واجد رئيس اركان، قاده القوات الاخرين كل تاع البريه تاع الطيران، سمعتي، تاع الدفاع الجوي، سمعتي، وكل اكبر المسؤولين اللي كانوا في الجيش. دونك قدمت الناس كل، ما كان حتى واحد قال لي سمعتي خليه ولا يقول لك انا اليوم راهم يتكلموا. وكانت الموافقه موافقه 100%.
حتى واحد قال كلمة كانش منها أبدا مرسوم ما هوش قابل كيف يقول له للنشر ما هوش قابل للنشر ولينا واحد الوقت ولينا ما كناش نحترم المستويات ما كانش احترام المستويات كي يجي واحد ضابط ويجي يقول لك ماذا بيك ولدي سمعت دخلوا ساعات ما يأديش على المقياس اللازم يجيك واحد سمعتي وفيه عاطفة فيه اسمه شعبي مسكين ويقولك سمعتي ماذا بيا تدريسي وسمعتي تدخلوه سمعت صافيك ولينا ندخلوا أي واحد سمعتي هذاك هو اللي خلى سمعتي المستوى يضعف احنا اللي كونا الجيش ماشي هما اللي كونا احنا كونا الجيش المودرن هذا درنا يعد الهيكل هذيك الوقت ما مستش غير شمال الثورة مست الوحدات مست سيرفيس ناسيونال مست الإدارة طيب هذا استنى مست الإدارة مست حتى وسائل الأمن ومست لي زوكل كنا نبحث عليه بالضبط نلقاو عنده علاقة مع فرنسا حبينا ولا كرهنا مستحيل مخلص للبلاد باش يقضي على مدرسة أشبال الثورة تكونت عندهم صحيح سمعت وبالتكوين تاعهم حاربتهم سمعتي وكل شيء وحوست نعطي فايدة للجيش متاعي سمعتي واللي يهضروا لأن ما يعرفوش التاريخ 15,000 اللي فروا من الجيش الفرنسي في الثورة مش عدد سهل الله سمعت هذو اللي تغناوا بهذا الشيء راهم غالطين 100% حتى لا يبقى لهذه النخبة المصداقية فتم تهميشها دفعة بعد دفعة وبرزت نخبة لا علاقة لها بالوطنية إلا القليلون يعمل التصفيات ما اعتقد ذلك وعليه لان حاليا هم موجودين اطارات هم اللي يسيروا في الجيش هم من اجمال الثوره الناس الاخرين اللي راهم حالوا على التقاعد كل سيدي كاباركا كل واحد كيفاش كل حاجه كيفاش ما اعتقدش كيما يقولوا كم التصفيه على اساس الصفه لانك شمل لازم تروح ما نظنش بسكو بتعددت الاسباب والخروج واحد لا كلش منطلق من دراسات تقنية سمعتني وكل شيء مش منطلقة من أمور عاطفية فايدة وهو نحافظ على الطابع الشعبي كيف نحافظ على الطابع الشعبي لأن في البداية كانوا يقولوا الطابع الشعبي يجيب اللي زي كل ديكادي وهذا نقول غلط كنا محتاجين واحد الوقت صحيح ولعبت دورها بهذا المدارس ولعبت دورها صحيح ولكن واحد بعد تراجعت لأن الناس وسعت كثير هذا من ورائه نصف يعني أحلام ثمار بدأت يعني تظهر وقد يكون يعني الجنان تاعها يعني قريب جينيرال ماجور 8 في الناحيه السادسه لي شيف دي طاماجور دي ريجيون ما نهضركش عليهم كاع سي دي زونسيان كادي لي زادجوان شيف دي ريجيون الاغلبيه نتاع النواحي كل كاع دي زونسيان كادي في وزاره الدفاع اللي راهم قايدين بالفريق قايد صالح اللي راهم تقريبا كيقولوا كاع شبل الثوره كاع دي جينيرال ماجور ودي جينيرال اللي كيقولوا
وهما راهم لعبوا دور ودخلوا في التاريخ كشباب الثورة ولعبوا دور في الجيش ماتي بمشاركتهم بمستواهم خاصة. فبين الغلق وأحداث أكتوبر 88 حولان كاملان ومات لها من عشرية حمراء سوداء، فكان الأشبال نقطة الارتكاز والإسمنت الذي شد ورص بنيان الجيش الوطني الشعبي. الجيش كان شد في بعضها، وقلت لك السيمة نتاعه الجيش هذه هما أشبال الثورة، وكل ما كانش ديك الكمية نتاع أشبال الثورة نقول لك نقارنتي لك باللي الجيش كان ينقسم شوي سوري ساتا. أغلبية قادة الوحدات في الوقت هذاك ابتداء من 88 حتى النهاية العشرية السوداء كل أغلبية القتل الوحدات هم أشبال الثورة، كلهم من أشبال الثورة، وزرتهم أنا واحد بواحد كلهم سانز إكسيبسيون. سيرتو الله يرحمه الشلالي الطيب هو اللي كان يشرف على هذه. كان بزاف منهم استشهدوا ماتوا في هذه العشرية السوداء هذه، سمعتي مثل التواغ الهاشمي، مثل الحاج الشريف، الحاج الشريف تسمعوا بلاف اللي وقعت كشف سيكتور دالجيدا، قراب عيسى، الشريف عبد الرزاق مازال حي هو اللي حاكم الولاية كات، لا لا ريجيون كات، كاين واحد راهو نايم في قلاف في الدحية الخامسة وهو حملي اللي راهو جنرال دروك. تربينا على مبادئ صحيحة، وحتى من بعد كي مارسنا في أكاديمية شرشال أكبر الناس اللي كانوا يتعاقبوا في شرشال هما 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 الأشبال. يعني بدأت من الثمانينات بداوا يخطوا باش يحطموا هاد الكتلة القوية والصورة الحقيقية لقدرات الشعب الجزائري. كمسؤول ناخذ أنا كي ناخذ قرار كامل ناخذه سمعتي ونواجهه سمعتي، وعلى بالي باللي قرار مصيري قرار تاريخي، وعلى بالي الشيء اللي راح ينعكس عليه ونواجهه ونقابله، وعلى بالي واش راني نعاني اليوم حتى العائلة ما منعدش. مستحيل باش تكون يد من الخارج وحدة تصير، لا عندها يد في الداخل اللي هم شوك هم تاع الداخل، ولكن بإملاءات من الخارج والأغلبية من الداخل ثاني. كيف نحافظ على الطبع الجزائري الشعبي؟ سهل، وهو عندنا في كل تقريب في كل ولاية جامعة، فنأخذ من كل ولاية، لأن احنا تربينا في جو مع بعضنا، نرقد مع بعضنا، نقرأ مع بعضنا، نأكل مع بعضنا، نتغدى مع بعضنا، عشنا مع بعضنا أكثر من اللي عشنا مع عائلتنا، خوتنا ما عشناش كما عشنا مع بعضنا. فلهذا تربينا على كلمة الصدق في الحياة المهنية تانا خلقت لنا مشاكل. وصل واحد الوقت سي شادلي راه في الخارج واحد ما يشوفهم، الناس اللي كانوا وراه راهم معروفين من اللي مات الله يرحمه واللي راح الله يسامحه، خرجوا 400 ضابط. تعافى الوطن، لكن بقي ينظر للأشبال على أنهم صداع مزمن، فوجدوا أنفسهم بين التهميش والتسريح بإحسان تحت طائلة يحال على التقاعد. من 2000 ورواح بدأ التهميش تاع أشبال الثورة في المؤسسة العسكرية، نعم بطريقة ممنهجة من سنة 2000 ورواح. كي حط مشاكل مثل هالمشاكل ماهيش طبقة ولا لا؟ ولا لا 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 كي يولي يدافع على هذه الاشياء طبقه ولا مش طبقه. احسب من مدرسه اشبال الثوره من 6 سنين ولا 10 سنين دخل حتى لي 42 سنه، شوف شحال خسرت عليه وشحال من لي فورماسيون، ومن بعد تقاعد وواحد اخر في عمره 60 سنه مازال يعمل، وين راه المنطق وين راه المعيار؟ وخاصه الضباط اللي كانوا نزهاء أي برا 45 سنة برا، لما بغوا يحطموني بصح كنت عاس روحي. كثر خير إطارات منهم جنرال كمال عبد الرحيم مصطفى بلوصيف ربي يرحمه إلى آخره إلى آخره. أنا طلبت ولكن السرعة الموافقة يعني فاتت، يعني وصلت منا سنيها القيد صالح 5 دقائق قب، لأنه شبل هذا نتكلم الكلام شبل في عمره 42 سنة خرج تقاعد، والأغلبية خرجوا 48 سنة، هي 48 سنة يتقاعد. بن جميل قدور من أبرز ضباط في الجزائر،
راح التقاعد هكذا بغير، لان كل الهم تاعنا يوميا وشهريا الكتابات تاعنا كل الحقوق المرؤوس نكتبوا غير ما كناش مليح ما جاتوش هذيك هذه نشكيو غير على المرقوص. بداو يحطموا غرسوا فينا الجهويه، غرسوا فينا اشياء يعني خطيره جدا للبلد. والله صدقني انا شخصيا هذه اللوطيران واللوجمون ما سمعتش بهم حتى كي كنت حتى لحقت رتبه رائد. الان ويخرج من الاكاديمي حوس اول حاجه اللوطيران واللوجمون. هاي المبادئ كيفاش؟ دونك هذاك المبادئ تاعنا خلقت لنا مشاكل مع الرؤساء تاعنا اللي تكون في 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 المدرسه هذه. طبعا عنده حساسيه، طبعا سي نورمال، جو تو سا تو تافي نورمال. بمجرد انك تذكر اسم شبل او مدرسه اشبال الثوره كان ذلك امتداد للثوره التحريريه. قطع الوسيله كما كنت نقول لك بين لايلان لاين بي، قطعها صاي بغى يقطع الصيله اللي كانت بين الجيش التحرير الوطني والجيش الوطني الشعبي. فاري كوبي لو كوردون امبيليكال، خاصة بما يسمى سمعت العائلة الثورية. سمعت دونك احنا لو كان واصلنا نبقاو في عائلة العائلة الثورية ما خرجناش من هذه العائلة الثورية. معناتها معناتها كيما رانا اليوم اولاد الشهداء، اولاد المجاهدين، اولاد سمعتي اولاد 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 وماناش خارجين. تعود على بدء، كانت الثورة ولا زالت وستظل الديناميت الذي يفجر الصراع بين ابناء وخصوم. لا زال هناك يعني قداسة الشهيد، قداسة المجاهد، قداسة الثورة. الثورة انتهت، انتهت الشرعية الثورية. شكون اللي جابتهم مو بالجهة على الثورة دروك؟ سيت اون غير دو ليبراسيون، سي اون افي اون غير مع فرنسا، اون با في اون ريفوليسيون، باسكو اون ابارتيان با سو سيستيم. فهمني، ما عندنا حتى حاجة بيننا وبينهم، ما عندنا حتى علاقة، لا في اللغة، لا في الدين، لا في الأصالة، لا في كذا. دخلت عندي بالقوة العسكرية، أنا خرجتك بالقوة العسكرية والسياسية وكما تحب. بس لما نقول باللي قمت بثورة يعني نعترف باللي كنت فرنسي، نعترف باللي الجزائر ديبارتمون فرنسي، ها، ونعترف بالسيستام هذا. بس كان حبيت نقلب، ما جيناش باش نقلبوا السيستام، جيت انا باش نحرر بلادي باش تخرج ونرجع الدولة الجزائرية. سؤال محطوط اليوم مطروح اليوم، نتكونوا نتكلموا على نتكلموا على الثورة التحريرية. هل ترى اليوم درنا ثورة؟ أنا نسأل. أنا مقتنع بشيء، وهو أنا شاركت في كيف أقوله في حرب تحريري. أنا نكتفي بهذا الشيء، أنا ما درتش ثورة، أنا واش قلبت الدنيا؟ أنا ما قلبتش، ما قلبت والو. دونك هاد الناس هما بالنسبه ليهم ثوار وداروا ثورة. سمعتي؟ بصح انا راني نشوف بلي واش من ثورة اللي دارتها. حتى ثورة. هنا المشكل، هنا المشكل. هذه نقول لك الثورة ولات كلمة صعيبة على الناس، الناس ما يتقبلوها لكش. راك فاهم لي؟ الثورة راهي كلمة عظيمة صاحبي مالك. دروك الناس ما يقدروش الثورة، امبوسيبل. لا نقزم الثورة اللي هي ثورة شعبية، نقول أسرة ثورية. معنى هذا لا تختزل في أسرة، ثورة شعب لا تختزل في أسرة. أنا شخصيا يعني شخصيا يحز في نفسي لما نسمع كلمة أسرة ثورية. ثورة عمر ما كانش ينحي الثورة، مستحيل واحد يقول لك لا رئيس ولا ما نشعر ينحي الثورة. الثورة تقعد خالدة. نعترض على مصطلح الأسرة الثورية، نعترض. ما نقدروش، ما قدرناش نستعملوا العيب تاع ثورة نوفمبر 54، ما قدرناش، كبيرة، كوستيم نلعبوا فيه، ما نقدروا لهاش. رجعت لي العائلة الثورية، أنا ضدها. إنه كل الثورات يخطط لها السياسيون وينفذها العسكريون ويموت فيها الشجعان ويستفيدوا منها الجبناء. أنا حاربت في الوسمو، ما كانش واحد يجي حاسبني الشيء اللي عملته في فايت بلادي. سمعتي؟ ونمنع لأي إنسان سمعتي يجي يقول لي
سمعتي باللي انت فيك والله فيك انا جيتي سمعتي ان كومباتون جي كومباتو لي فرونسي تعبنا سنوات وسنوات ضحينا بحياتنا باش كوننا هذا الجيش نتاع الثوره واليوم يتحطم كيما هاك ما مش معقول. وقلنا ممكن نخليو المدرسه مدرسه تاع القليعه ومن بعد قلنا خلينا درنا كوننا مدرسه القليعه زادوا كونونا 10 مدارس اخرين احسن نحيوهم الكل ونحيناهم الكل بما ان الطابع هو القصد نتاعهم وهو الطابع الشعبي. قلنا بما ان الطابع الشعبي للجيش موجود لما نكونوا لما نجندوا من كل جامعه اللي راهي موجوده في الولايات. والله نوكلهم الحجر ما نغلقش المدرسه. احنا كلينا وكنا في 63 كي حلينا المدرسه ما كان عندنا والو وطلعنا شبال ما كانش عندنا امكانيات. لماذا خرجنا رجال لي 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 برهنوا الامكانيات نتاعهم والفعاليات نتاعهم والقدرات نتاعهم كي يقولوا تقول لي انت في 86 ما عندكش كي يقولوا هذه غير لي مهبول اللي ميز سي تنكت اونتي ناسيونال انا هكا درتو سي تنكت اونتي ناسيونال ما كاش منا هذو الناس يزيدوا في الهضره ما كاش منا في الواقع هم اغتالوه واغتالونا ولكن لا يستطيعون. ربى الكبده شويه سمعتي قال ما تربيوش الكبده قال تكونتوا كونكم الجيش اعطيتوا والحمد لله وانا شخصيا شاهد سمعتي وكانوا من هاد الاولاد كانوا مسؤولين معايا وكانوا في مستوى لبس به سمعتي قال وراكم اعزاز عندنا بالشيء اللي راكم مديتوه سمعتي وما تخليوش سمعتي الناس يستعملوكم سمعتي وكل شيء سمعتي لان ما عندها حتى والشيء اللي راهم يقولوه ما عنده حتى حقيقه يعني في الحقيقه وما عندناش احنا نوايا ان سمعتي قال نقضيو على هذا لا فقط لاغراض تقنيه سمعتي بحته سمعتي وكل شيء لفائده الجيش بصفه عامه. بنى مؤسسات زالت بزوال الرجال للأسف الشديد زالت بزوال الرجل وأنا أعني مدرسة أشبال الثورة يعتبر بالنسبة لنا خطأ كبير كبير كبير. وإذا المدارس سئلت بأي ذنب أغلقت إخواني لا تنسوا شهداءكم لنضحوا لحياة البلاد إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد بالدموع والدماء دون جراكم حربوا المال والصحبة مع الأولاد نجي على عنواننا تضحية شعارنا حرية غايتنا يحيى الوطن للوطن نبيع كل أنفسنا لا نرضى في معيش الهوان لابتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غاياتنا يحيى الوطن إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد للدموع والدماء دون جراكم حرب المال والصحبة مع الأولاد لاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غايتنا يحيى الوطن للوطن نبيع كل أنفسنا لا نرضى بمعيش الهوان لاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غاياتنا يحيى الوطن إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد للدموع والدماء دون جراكم حرب المال والصحبة مع الأولاد لاتحاد عنواننا تضحية
هيا شعارنا حرية غايتنا. يحيا الوطن حد اثنين للوطن نبيع كل انفسنا لا نرضى بما يعيش الهوان. حد اثنين لاتحاد انواننا قد حيا شعارنا حرية غايتنا. يحيا الوطن اخواني لا تنساوا الشهداء من ضحاوا لحياة البلاد. إخواني لا تنساوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد.